معنا قهوة تاني بس كحك، مش كحك العيد ولكنه شكل الكحك، يعني شكل كحكاية كده. ده لذيذ جدا وإن شاء الله يعجبكم. ده عبارة عن إيه؟ كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من الزبدة، ربع كوباية من الزيت، بيضة، نص كوباية صغيرة من أو ربع كوباية كمان من السكر البودرة، معلقتين نشا، معلقة بيكنج باودر، ممكن تاخديها صغيرة، ممكن يعني بلاش تبقى كبيرة، خليها صغيرة أحسن، وفانيليا وقهوة زيت الذوبان برضو جوه الإيه، جوه الكحك. هاخد هنا كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، عليهم ربع كوباية سكر بودرة، احفظوا مع المقادير بقى، كوبايتين دقيق، ربع كوباية سكر بودرة، معلقتين نشا كبار، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وي وي بس، نقلب دول مع الأول، نوش دي كلها مع بعض الأول، يعني بنقي شوف ايه الحاجات الناشفة، نقلب مع بعضها، وبعد كده نحط الإيه؟ يبقى أنا حطيت كوبايتين دقيق، ركزوا معايا، كوبايتين الدقيق، معاهم ربع كوباية من السكر البودرة، معاهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح برضو. حلو الكلام. هحط نص كوبايه من الزبده، ربع كوب، لا نص زبده، نص زبده، نص زبده طريه، وربع زيت، وبعدين بقى بيضايه، استنى شويه كده، احط بيضه وفانيليا، اتنين باكو فانيليا. تعالوا بقى هنا، القهوة دي لازم تتدوب، هدوبها في شوية لبن صغيرين، يعني معلقتين لبن كده، وأقلبها ونعمل عجينة سميكة وأحطها على الكحك وأجمع العجينة. أنا عندي بقى سكر بودرة للوش بقى، عادي زي الكحك العادي بتاعنا، هناخد بقى كحك كده ولا حاجة، طبعا مش هنقش ولا حاجه، لا مش بنقاش، هي مش هي كده بس كده اهي، كحكاية كده اهي كده، المنظر ده بس كده، حبه تكبري حبه تصغري زي ما انت عايزه. نجيب بس صينيه نحط فيها على طول، وهي برده مش محتاجه ان انا اريح ولا اعمل اي حاجه، مش هخليها تريح، مش مستاهله طبعا، ما تريحي احلى، انما مفيش مش مشكله، دخلهم الفرن